العرض المغربي للسيارات العتيقة صباح اليوم السبت والذي سيدوم لمدة يومين، معرض السيارات القديمة واللي شهد النهار الأول مشاركة أزيد من 1000 مشارك وأكثر من 50 سيارة. المعرض شهد أيضا حضور إعلامي من موريتانيا وتونس بالإضافة إلى الإعلام المحلي. من زمان تنديروا التظاهرات ديال السيارات العتيقة، واليوم اللي الحاجة الأساسية اللي ما خصناش نساوها هو تنحتفلوا بستين سنة ديال الجائزة الكبرى ديال السيارات اللي كانت في المغرب في 1958، اللي كان المرحوم محمد الخميس كان جا عطى الانطلاقة وكانت من السيركوي من عين ديالو. وحنا اليوم درنا 60% ديال هذاك السيركوي اللي كانوا مروا منه هذوك السيارات ديال الفورمولا. دونك احتفلنا بهذا التظاهره، دونك عيد الميلاد ديال 60 سنه. كاين تقريبا واحد 60 سياره اللي داروا معنا هذه الجوله، وكاين وخلينا واحد 50 سياره اخرى في ليبودروم ديال اونفا. وبحال اللي شفتيو الشوارع اللي مرينا منها، الناس فرحانين تيبغيو هاد التراث، هاد الثقافه ديال السيارات العتيقه، لي فواتور دو كوليكسيون. والجمعيه اللي نظمت هذا الشيء سي لونيون ماروكان دي زوطوموبيل انسيان، اول تظاهره كبيره ديالها اللي تدير. والحمد لله جاوا الناس من المغرب كله، من فاس، وجده، تازه، اكادير، قنيطره، طنجه، حتى من الدريوش والناظور. ميزه الدوره هو العدد ديال المشاركين. والحمد لله هاد القضيه ديال عيد الميلاد ديال 60 سنه ديال الكرون بري دو فورمولا في المغرب في 1958، والناس اللي جاوا بكثره باش يشجعونا، واللي عندهم هوايه، حيت ماشي كلشي اللي عنده السياره جاوا الناس مع عائلتهم مع وليداتهم باش يشوفوا. وتنشكروا الامن الوطني والدراك والناس كلهم اللي عاونونا، والولايه والغوفرنور ديال اونفا حتى هو اللي سهروا على هذا الشيء باش يكون عنده هذا التمييز اليوم. هذه الجمعيه اللي عندها اهداف النهوض بالتراث الوطني، اللي كيجمع واحد العدد من الكوليكسيونور ديال السيارات العتيقه، اللي هو عدد كبير. وكنحيي الرئيس السيد عبد الله الرئيس المؤسس، لان اللي هو مول هذه الفكره باش نجمعوا هاد لي كوليكسيونور ونديروا مبادره بحال اليوم اللي كنحيوا فيها الذكرى الستينات لسيركوي لو غران بري دو ماروك اللي كان في 1958. قمنا بهاد الاحياء ديال هاد السيركوي، وكان واحد حوالي 40 ولا 50 سياره اللي قاموا بهذا السيركوي. خرجنا من هنا من الجولف ديال اونفا، ودزنا على مسجد الحسن الثاني، ومشينا لدار بوعزة، عاود رجعنا لهنا. دونك واحد 16 كيلومتر تقريبا. هذا المعرض اليوم كيجمع حوالي 140 150 سياره عتيقه اللي جاوا من جميع انحاء المغرب، وكنعرفوا حضور دول الدول العربيه اللي حنانا، تونس وموريتانيا، وجاو حتى قناه التلفزه والاذاعه ديال التونسيه الجنوبيه، وجات الرياضيه ديال موريتانيا. اذا هذه المظاهره هذه هي فريده من نوعها، وهي الاولى من هذا النوع، لانه صراحه انا جد مسرور اللي كنشوفوا هذا التراث اللي عندنا كنخبع، ودابا بهذه المبادره استطعنا نبينو نخرجوه للوجود. وان شاء الله هذا الشيء كيشجعنا باش نزيدوا لقدام، باش نهضوا بهذا التراث المغربي ديال السياره العتيقه، لان السياره كتجمع التكنولوجيا كتجمع الفن. اليوم حصل لي شرف باش نكون مستدعي من طرف سي عبد الله المنسق والمنظم لهذه التظاهره المزيانه. هو اول حضور لي في المملكه المغربيه، الحقيقه هو اكتشاف لي زاد للمغرب. كنت منبهر بالثقافه المغربيه، واليوم انبهرت بالسيارات الكلاسيكيه في المغرب والتنظيم نتاعهم. الحقيقه لونيون ماروكان باش يكون هو شريكنا الاساسي والرسمي في المملكه المغربيه بعد هذا التنظيم، الحقيقه واش نقدر نشكك في القدرات للجمعيه هذه. احنا اليوم موجودين زاده باش نكونوا سند
لهم. وقامت أكثر من 40 سيارة بجولة بمدينة الدار البيضاء انطلاقا من غولف دونفا مرورا بالمسجد الحسن الثاني ثم درب عزة، وهذا الشيء كله احتفالا بالعيد 60 للسيارات الكلاسيكية والعتيقة بالمغرب. Je trouve l'idée particulièrement intéressante. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent aux voitures anciennes et classiques. Nous avons une richesse au Maroc et donc il faut la sortir de temps en temps pour que les Marocains sachent que ces voitures roulent et elles ont une histoire et il faut la raconter de temps en temps. Où est votre voiture? Elle est là. Oui. C'est une pagode. D'accord. De 1964, je crois. Enfin, le côté technique, je ne m'y intéresse pas. Moi, je suis surtout sur l'esthétique. Voilà, je préfère rester sur l'esthétique. La mécanique non plus, c'est pas moi ma passion, mais j'adore les voitures anciennes et j'adore les voitures. المعرض عرف حضور مشاركين من جميع المدن المغربية وكاين البعض اللي جا من دول المهجر. أول خطرة كنشارك في هاد السيارات العتيقة وعجبني المنظر وعجبني هادشي هذا، وإن شاء الله كنتمنى إن شاء الله في الدورات القادمة مثلا نشارك معاهم ونشوف. كنحب حتى أنا هادشي ديال السيارات العتيقة وداكشي. هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. شنو الطوموبيل عندك؟ عندي سيارة سيمكا 100. شحال هي عندك؟ دابا عندي شي أنا باش واخدها شي 7 سنين هذه، شي 7 سنين هذه، وأنا مهضلي فيها ودايرها بحال شي حاجة من أولادي ولا شي حاجة من شي حاجة. كنحب هذاك الشيء بزاف. جيت أنا والإخوان من أكادير باش نشاركوا في هذه التظاهرة ديال التراث ديال السيارات العتيقة. حنا شاركنا بواحد أسطول ديال دوشوفو، وتنشكروا الناس المنظمين حقيقة من ناحية التنظيم كل شيء على أحسن ما يرام. أحسن تظاهرة، تنشارك بزاف ديال التظاهرات هذه عجبتني، فهمتوا الإخوان كاملين الناشطين كل شيء مزيان على أحسن ما يرام. تنشكر المكتب ديال الاتحاد المغربي للسيارات العتيقة اللي تحصل لنا الشرف أن دعانا حتى حنا نكونوا معاهم من بين الإخوان، وحنا الحمد لله كل شيء. نقدروش نلقاو بحالها في المغرب بور لي فواتور كلاسيك، لأنه سي لو سول مويان دو بوفوار باش تبيني لي فواتور كلاسيك في المغرب. وكنتمنوا من الله تبارك وتعالى باش الناس يفهموا هاد لي فواتور كلاسيك شنو هي القيمة نتاعهم اللي كانت من شحال هذه، لأن دابا اون فواتور كلاسيك ما باقيش تلقاي البياس ديالها بحال مثلا في المغرب، ولكن رغم هذاك الشيء كنتقاتلوا وكندابزوا باش تبقى لا فواتور كلاسيك اون فري فواتور كلاسيك. ماشي بحال لي زوتر سورتي. هادي سي لون دي ميور سورتي كو جي كوست سي لورغانيزاسيون دون بار. والناس مزيانين، الناس مخلقين، الناس مؤدبين. حنا درنا هاد لا سورتي دابا ما كاينش فيها الفوضى، ما كاينش فيها بزاف ديال الحوايج. سي اون تري تري بون سورتي.